السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة انفيدكم. في الحلقة اللي فاتت شفنا شنو هي التيفيا، الأنواع ديالها والأنواع الأنظمة ديالها أو الريجيم ديالها، والأوقات التصريح والمخالفات والضعائر المتعلقة بتأخير التصريح والأنواع بالأسعار ديالها. دابا إن شاء الله غادي نكملوا على الفيديو ديالنا وغادي نشوفوا فيه الإقرار بالمعامل، الحالات المستثنات من حق الخصم، وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة أو الغومبورسومون تيفيا، وطريقة الحساب التيفيا، وأخيرا طريقة تصريح تيفيا كبرتي. نبداو دابا إن شاء الله بإقرار بالمعامل. شنو هو الإقرار بالمعامل؟ إقرار بالمعامل أو البواطة. البواطة خاص يتحقوا جوج ديال الشروط. أولا الشركة خاصها يكون عندها activity mix، يعني أنشطة مشتركة، بمعنى فيها شيفر دافير تاكساب وفيها شيفر دافير إكزونيري أور شون أو إكزونيري سون دغوا دو ديدكسيون. الشرط الثاني وهو أن الأنشطة ديال هاد الشركة يستعملوا نفس لي شارج إلي فغي جينيرو، اللي كيصعب علينا نحددوا الحصة ديال كل نشاط وشحال خدا لينا من هاد لي شارج. مثلا مخبزة عندها شيفر دافير إكزونيري سون دغوا دو ديدكسيون حيث كتبيع الخبز والخبز معفي من الضريبه، وعندها شيفر دافير تاكساب حيث كتبيع الباتيسري والباتيسري خاضع للضريبه. اذا الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني انه ما يمكنناش نحددوا شحال ديال لي شارج مشاو لنا انتاج ديال الخبز وشحال المصاريف او لي شارج اللي مشاو لنا في انتاج ديال الباتيسري. مثلا الضو ما يمكنليش نحدد الباتيسري شحال استهلكت لي ديال الضو والخبز شحال استهلك لي ديال الضو. اذا اجتمعوا هاد جوج ديال الشروط تنديكلاريو التي في بالبوغا. طريقه احتساب بوغا وهي على حساب الارتيكل 104 و 113، فالبوغاتا كتساوي نوميراتور على الدينوميراتور. نوميراتور كيساوي شيفر دافير تاكساب تي تي سي زائد شيفر دافير اكزونيري افيك دغوا ديدكسيون تي تي سي زائد شيفر دافير اكزونيري suspension de TVA TTC. Dénumérateur isawi numérateur zaid chiffre d'affaires sans droit à déduction zaid chiffre d'affaires hors champ de TVA. و حين كيخرج لك لوطو ديالك كتبدا تريكوبيري التيفيا بالبورسونتاج، وخاصك تدفع ديكلاراسيون دو بوغاتا البورسونتاج اللي خرج لك قبل من واحد من شهر 3 ديال كل عام. الى فوتي هاد الوقت هذا فعندك غرامه ديال 500 درهم. وحاجه اخرى، الى الشركه يلا فتحت فعندها الحق تخدم لوطو بروفيزيون، وحين كيجي اخر العام وكيخرجنا الشيفر دافير فردينا وكنعرفوا بالكالكول شحال خرجنا البورسونتاج، دونك كنشوفوا هذاك البورسونتاج اللي خرجنا، واذا ما كانش كي ديباسي 10 بوين فما كنديروا والو، الا كان العكس كنعملوا الريغولاريزاسيون. دابا غنشوفوا شنو هما الحاجات اللي ما يمكنناش ندوزوهم في الطبخه عندنا فيهم فاكتورات. عندنا المصاريف اللي ماشي مرتبطه لاغراض الاستغلال ديال الشركه، اي ما دخلاش في الاكسبلوطاسيون. مثلا شرينا التليفون المرتو ديال المدير، هذه حاجه ما عندها حتى علاقه في الدوره الاقتصاديه ديال الشركه، ما غادي تطلعنا شي فرد ما غتفيدنا في والو، يعني ما دخلاش في الاكسبلوطاسيون. مثال اخر، مثلا شرينا قفه ديال رمضان شي جمعيه، في هذه الحاله واخا عندنا لا فاكتور تي فيا ديالها ماشي ديدكتيبل، يعني ما كندوزوهاش في التيفيا حيت هادي واحد الهيبه تي فيا ديالها ماشي ديدكتيبل. مثال اخر، المازوط ديال السيارات ديال السيرفيس، مادام حنايا ماشي شركه ديال الترونسبور او ديال النقل فالمازوط حتى هو ماشي ديدكتيبل. حاله واحده، اذا كان هذا المازوط مشري باغ اكزومبل من الجروب الكتروجين. شنو هو هذا الجروب الالكتروجين؟ هو حين كيتقطع الضوء على الشركه كيخدم هو عوض هذاك الضوء باش ما كيوقعش المشاكل. كاين الفاكتورات ديال الديبلاسمون، حتى هما ما فيهمش لا تيفيا، ما كتديكلاري ما كتريكوبيريش عليهم لا تيفيا. عندنا الفاكتورات اللي ما فيهم لا ايدونتيفيون فيسكال لا اي سي او لي بون، بحال كيكونوا دي بون ورقات هكا وصافي مكتوبين بالستيلو، هادو ما عندناش الحق ندوزوهم تيفيا. حاجه اخرى، فاكتورات اللي كيتخلصوا باسبيس ماشي بشيك ولا فيرمون، ما خصناش نفوتو في الفاكتوره 5000 درهم في النهار ومن الفورنيسور، وما نفوتوش 50000 درهم في الشهر ومن الفورنيسور. فوتي هاد المونطون ما يمكنلكش تريكوبيري تي في ديال هاد الفاكتورات، وهادو من الحاجات اللي ما يمكنلكش انك تريكوبيري عليهم تي في. ندخلوا لارجاع الضريبه على القيمه المضافه او الرومبورسمون دو تي في. الحالات اللي كتكون فيهم الرومبورسمون دو تي في، كاين في الحاله ديال شيفر دافير اكزونيري افيك دغوا دو ديدكسيون، والحاله ديال سسبونسيون دو تي في. بمعنى فهاد جوج ديال الحالات كتكون عندنا التي في فاكتوري دائما كتساوي زيرو، وفي هذه الحاله ما عمرنا كنخلصوا التي في للدوله، حنا كنتسالوا للدوله، اذا عندنا الحق نطالبوا للدوله ترجع لينا التي في اللي خلصناها اللي فورنيسور ديالنا. الحاله الثانيه وهو مثلا عندك انت واحد الكليان ديالك جاب لك واحد لاتيستاسيون ديكزونيراسيون دو تي في من عند دار الضريبه، وكيقول لك بيع لي اور تاكس حيت انا معفي. انت غادي تبيع له اور تاكس، ولكن السلعه اللي شريتيها راه فيها التي في، انت خلصتيها من قبل. اذا في هذه الحاله
عندك الحق بالرومبورسومون ديال التيفيا. كاين حاله اخرى الى حبست الشركه النشاط ديالها وقررت تشد وكان عندها كريدي التيفيا عندها الحق ترومبورسا فيه. وان شاء الله غادي نعمل فيديو كيشرح الطريقه كيفاش كندفعوا طلب الرومبورسومون ديال التيفيا. دابا ندخلوا كيفاش كنحسبوا التيفيا على حسب الماده 101 من المدونه العامه للضرائب اللي كتقول قبل ما نخلص التيفيا للدوله عندي الحق نقص التيفيا اللي خلصت من المشتريات ديالي وذلك باحترام الشروط اللي في الماده 106 واي ماده اللي كتدخل في هذا الموضوع. اذا الطريقه ديال احتساب التيفيا وهي على الشكل ديال هذه المعادله الرياضيه تيفيا ابي كتساوي تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا سوبورتي ديدكتيف. تيفيا فاكتوري كتجينا من المبيعات ديالنا يعني التيفيا اللي طبقتها انا على الفاكتورات ديال لي رونت ديال السوسيتي. تيفيا سوبورتي ديدكتيف كيجيونا من المشتريات المرتبطه بالاكسبلوطاسيون. الا كانت النتيجه ديال هذه المعادله ديالنا اكبر من صفر فهاد الحاله كنهضروا على تيفيا دو اي حنا كنخلصوا الدوله. مثلا انا بعت فاكتوره فيها 12000 درهم تي تي سي عندي تيفيا هاد لا فاكتور ديال 2000 درهم باعتبار السعر طبيعه الحال هو 20%. شريت مثلا فاكتوره ب 1200 درهم تي تي سي يعني تيفيا ريكوبيري او ديدكتيف هي 200 درهم. اذا في هاد المعادله عندي تيفيا كتساوي 2000 درهم فاكتوري ناقص 200 درهم ديدكتيف كيساوي لنا 1800 درهم. اذا هاد العدد اكبر من صفر خلصوا 1800 درهم للدولة. وإذا كان العكس أنا بعت 1200 درهم تي تي سي وشريت فاكتورة 12000 درهم تي تي سي يعني تيفيا كتساوي 200 درهم فاكتوري ناقص 2000 درهم ريكوبيرا كتساوي ناقص 1800 درهم اللي هي أصغر من صفر. إذا أنا كنتسلل الدولة وكيكون عندي كريدي تيفيا ديال ناقص 1800 درهم. في هذه الحالة واش أنا كنضيف هاد 1800 درهم؟ لا، عندي الحق في الشهر الموالي نروبورتي هاد لو كريدي. مثلا الشهر الموالي بعت الفاكتورة فيها 9000 درهم تي تي سي يعني تيفيا فاكتوري 1500 درهم وشريت فاكتوره 3000 درهم تي تي سي يعني تيفيا ريكوبيراب كتساوي 500 درهم. اذا تيفيا كتساوي 1500 درهم ناقص 500 درهم كتساوي لنا 1000 درهم. اذا خاصني نخلص انا الدوله 1000 درهم ولكن انا اصلا كنتسلل الدوله 1800 درهم في الشهر اللي فات. اذا المعادله النهائيه كترجع تيفيا كتساوي 1500 درهم فاكتوري ناقص 500 درهم ريكوبيراب ناقص 1800 درهم اللي هو كريدي دو لا بيريود بريسيدون. اذا تيفيا كتساوي ناقص 800 درهم. عوض ما كنت غادي نخلص 1000 درهم للدوله وليت انا كنتسال 800 درهم للدوله. وهذه المعادله كتطبق على التيفيا مونسيوال والتيفيا تريمستريال. دابا نشوفوا طريقه التصريح. قبل ما نشوفوا الطريقه خاصنا نشرحوا كيفاش الفونتيلاسيون ديال الشيفر دافير كتعمل. اذا عندنا مجموعه ديال العمليات منهم اللي ملزومه عليهم الضريبه والعمليات اللي ما خضعاش للضريبه. كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الطابلو عندنا اولا اوبيراسيون امبوزابل على حسب لارتيكل 87 من المدونه العامه للضريبه. هاد لي زوبيراسيون كتعني كاع الشركات اللي عندهم طابع صناعي او تجاري او خدماتي او بالنسبه للمهن الحره الى اخره. ثانيا عندنا لي زوبيراسيون سيتوي اور شون دابليكاسيون دو لا تي في، بمعنى العمليات اللي ما داخلينش في نطاق القيمه المضافه. مثلا مجال الفلاحه ما مذكور الماده 87 وفي هذه الحاله ما كنحطوش التي في. ولكن الا كان عندنا شيفر دافير امبوزابل وشيفر دافير اور شون دابليكاسيون خاصك تحطها وتبينها. عندنا لي زوبيراسيون اكزونيري سون دووا ا ديدكسيون لارتيكل 91 دو سي جي. مثلا مخبزه بحال اللي شفنا في المثال سابقا اللي كتبيع غير الخبز معفيه من التي في. مثلا الطبيب ما عندوش الحق يزيد علينا التي في كلوش ريكوبيري لا تي في على الفاكتورات ديال الضو مثلا والماء والتليفون الى اخره. عندنا لي زوبيراسيون اكزونيري افيك دووا دو ديدكسيون لارتيكل 92. هاد العمليه بحالها بحال العمليه اللي هضرنا عليها قبل. الفرق اللي كاين الشركه عندها الحق ريكوبيري تي في. مثلا الشركات اللي كيديروا تصدير فهاد الشركات معفيين من تي في، بمعنى ما كيزيدوش تي في على الكليان ديالهم، ولكن حين كيخلصوا فاكتورات ديال الماء والضو والتليفون الى اخره او اي حاجه داخله في الاكسبلوطاسيون عندهم الحق في الريكوبيراسيون ديال التي في ديالهم. بما انه ما عندهمش تي في فاكتوري يعني عندهم تي في فاكتور كتساوي زيرو تي في ريكوبيرابل، اذا ديما غادي يكونوا عندهم تي في اون روج او كريدي دو تي في وديما هما كيتسالوا الدوله التي في. اذا عندهم الحق رومبورسمون تي في بحال اللي شفنا في المثال سابقا. خامسا اوبيراسيون
في اون سسبونسيون دو لا تي في ارتيكل 94 من السي جي. هذا الارتيكل كيعطي الحق للشركات ديال التصدير باش يطلبوا هاد لاتيستاسيون ديكزونيراسيون، بمعنى عوض ما غادي يشريو من الفورنيسور ديالهم بالتي في كيمشيو لاداره الضرائب وكيطلبوا واحد اتيستاسيون ديكزونيراسيون كتخول لهم انهم يشريو سون تي في. وهاد لاتيستاسيون كتكون بالسميه ديال كل فورنيسور. مثلا انا شركه اكزونيرا افيك دو ديدكسيون وكنخدم مع واحد الشركه ديما، كنمشي كنطلب من مصلحة الضرائب هاد لاتيستاسيون وكتخرج لي بالسمية ديال هاد الشركة وبالسمية ديال كل اوبيراسيون. وفي هاد الحالة هاد الشركة كتبيع لي بلا تيفيا، يعني باش ما نبقاش ندير دوموند رومبورسومون تطلب عليا الدولة في الرومبورسومون كنمشي لهاد لاوبيراسيون اللي قلنا. الخوت كنت وعدتكم في بداية ديال الفيديو أنه غادي يكون عبارة عن جزء الأجزاء، ولكن مع أن الفيديوهات كيفوتوا 10 دقائق قررت أنني نعدل صريح ديال تيفيا كبراتيك في فيديو مستقل، ولهذا انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم.